fort. Aujourd'hui, c'est la clôture des éco-ambassadeurs. Je suis très ravie de participer à cette conférence. داخل المؤسسة التعليمية نحن نمثل هنا مؤسسة سوس العالمة النادي البيئي والصحي بشراكة مع جمعية سورفرايدر التي بهذه المناسبة كنقدموا لها جزيل الشكر على الدعم ديالها وعلى المساندة ديالها أنها أعطت لنا فرصة أنه نوسعوا الآفاق ديال العمل البيئي والنشاط التربوي والبيئي والتحسيس ديال التلامذة وديال الفاعلين وديال المؤطرين كل ما يتعلق بالبيئة. أنا منشط ديال النادي البيئي بالثانوية الإعدادية دريس حريزي. احنا اليوم فرحانين في هذه الورشه اللي هي ورشه خويميه ديال الانشطه ديال الانديه البيئيه السته اللي شاركت في هذا المشروع البيئي، وكنفتخروا اننا فزنا بهذه المسابقه ونتمنوا يوقع نفس المشكل في السنه المقبله ان شاء الله. Être participant est un plaisir puisque ça nous a aidé à avoir un bon savoir environnemental. مؤطر ديال النادي المواطنه شاركنا في واحد التظاهره مع سيرف رايدر وكانت حول الانشطه كلها الانشطه البيئيه. Merci à tous nos partenaires et à la prochaine édition des projets Éco-Ambassadeurs. Shukran Zeltenir.